فكرة الامتحان، يمكن احنا طول عمرنا عارفين الامتحان التقليدي ان انا بقعد في اللجنة وقدامي المراقب وما فيش اي مصدر بالظبط. للمعلومة او للمادة اللي انا بامتحنها اقدر ارجع له. بالظبط. لكن الاونلاين محدش مراقبني، هو انا رقيب نفسي. تمام. ممكن تبقى في اجراءات معينة او شروط معينة هم بيحاولوا يعملوها اونلاين ولكنها لا تتحقق يعني على الوجه الاكمل. عشان كده احنا بنقول ايه بقى، في اختبارات دولية زي توفل هوم اديشن، توفل اختبار التوفل العالمي، توفل هوم اديشن، عندنا اختبار ديولينجو العالمي. الاختبارات دي عملت نظام حلو قوي، حاجه اسمها الذكاء الصناعي الارتفيشال انتليجنس، بيبص على حركه العين. والخدمه ديت لو دخلتها وزاره التربيه والتعليم ويبقى اللينك على الويب سايت، يعني انت هتختبر على الويب سايت او على التابلت ماشي، وبيشوفوا حركه حواليك، واي واحد يقفل البراوزر او الصفحه المتصفحه يعرف انه كده لو انت قفلتها الامتحان يتلغي، يقفل ياخد معلومه بمكانه. لو انت حركتك نفسك كتير تتلغي. بس ده برضه يا دكتور الاختبار يعني ساعه، فكره الواحد يبقى قاعد على اعصابه، الواحد بيبقى هو بيمتحن قاعد على اعصابه، بس طبعا. فكره ان انا ابقى قاعده حاسه متراقبه بقى بشكل يعني لو الكتروني وفجاه الامتحان ممكن يفصل مني، برضه ده بيعيش الطالب تحت ضغط عصبي. يبقى مفيش غير حل تاني ان يبقى في مراقبين اونلاين، الكل طالب فاتح الكاميرا بتاعته بقى عادي جدا جدا، والمراقب موجود برضه اونلاين وباصص على كله، وفي اي حاجه بينده له بالاسم في ايه بالظبط، انت تبص على ايه. احنا بنحاول دلوقتي نشوف اي حلول بدائل، حتى لو احنا ما قدرناش نوصل لحل 100% يبقى احنا ايه 50 60%. بالظبط.